ذكر الجامعة الإسلامية دكتور مرزوق، خلنا نتحول إلى محور إذا سمحت لي نسميه فشل أو عدم نجاحك في الالتحاق بالجامعة الإسلامية. لا، هو أنا تقدمت له، هذا كتبت أنا في مرة ما الفشل في حياتك. تقدمت لهم وأرادوا على أساس تكون في المدينة وقريب، فسوى مقابلة الشيخ اللي جيت أنا صديق أو زميل، وقبل زميلي وأنا اعتذر، فسأله زميلي لماذا، وأنا سألته قلت سأله ليش، يعني أنا شعرت أن فيه ما أرتاح. فيقول لي والله أنا لا أرى في وجهي صاحبك شيء من الورع، لكن بعد أسبوع أصبح واحد يقول لي هذا لا تنظف رأس مناهج وأنا من غبر الوهابية. في بعد أسبوع واحد من كلمة هذا وذاك، لأني ذهبت إلى الشام وإلى دمشق أريد أن ألتحق بكلية الحقوق، فأيضاً سووا معي مقابلة وسألني عن أبطال العرب، منهم أبطال العرب، فقلت أو مشاهير العرب، قلت الشيخ شلتوت وبن باز والمودودي اللي أعرف أنا في الحرم وأسمع من يحدث عنهم. فعاد نفس العذر. فقال لي اعتذرت، وقال يعني مع الأسف، قال لها الوسيط يعني هذا شاب من الحجاز تستفيدون منه وكذا، وغمز له فقال لا، هذا مناهجنا لا تنظف رأسه من غبار الوهابية. فطبعا تعرف المفارقات في الحياة، يعني هذه نوع من المفارقة.